بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا دعاة سلام ووئام يا رحمن يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغم. ناخذ توا آية من سورة الروم لجريكو روما. ماذا يقول فيها ربنا؟ فآتي، هذه 38، فآتي أمر لرسولنا عليه السلام ولمن اتبعه بإحسان. فآتي ذا القربى حقه، يعني لي بروش فيهم حق، مودة في الروح، مودة في الفكر، مودة في القول، في العمل، في البسمة والمجر. فآتي ذا القربى والبسمة الحقيقية تنعش، ترفع الإنسان من وهدة الانزلاق نحو أعمال الشيطان. انظر تبسم، تلقى بسمتك إذا كان صدقت راي مشكون آثار مباركة على من حولك، حتى بالتليباتي، حتى الروح اللي بعيدة عنك وقت تبتسم تشرق الروح، فتؤثر على الروح البعيد بعد ما كان ينهار في عملية شيطانية، يستقيم ويقول يا حنان يا منان. ربما ما يعرفش مصدر الانقلاب حاله إلى الأحسن، وقت هي بسمتك كانت خارجة. وهذا نورو بيولوجي بينت أنه عنده ذحكة صفراوية، سرير ساردونيك ولا سرير مالفيتور اتسيتيرا. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. شكون يتفكر فيهم ابن السبيل اليوم؟ واحد ما يتنقل من مكان لمكان الا حضر جواز، ولا ما يمرشل اللي قاعد ياذن بتسليم الجواز، وين المجر وما يمشي ومشي ويجيب ومشي ويجيب حتى يسل الروح نتاعو، يعني اذا كان بقيت له روح باش يجم يصفر بها بسلام، ويلقى غاديك من يستقبله هكا استقبال ما فيش ضربات الشيطان. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير. يركز الكربي على التحقيق الإحسان، الجزاء الإحسان الإحسان، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. أي واحد يريد وجه الله كي يقوم بالعمليات هذه فهو خير له. سبق أن ذكرنا ارتباط ابتغاء وجه الله بالخير اللي مش تحصل عليه في الدنيا والآخرة، وحياة البرزخية لا في اسمه كذا، مش تلقى روحك في روضة من رياض الجنة. ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، يعني اللي بروسبير دون لي سيبا اي دون لو دلا. والسلام.